مالك يا ابني؟ انت كويس؟ مفيش يا جماعة، لسه صاحي من النوم. بس يوسف قالك لسه قايل لي لو مختار بقاله سنة بره السجن وحوار عليا وأروى ده حصل السنة دي، يبقى 90% مختار ده هو الراجل اللي بندور عليه. بالذات انه اتسجن في قضية قتل، ده بيزود الاحتمال ده. لا كانش يقصد، على فكرة تعرفتي منين؟ لقيت الكلام ده في الكتاب. الكتاب ده اللي كاتبه دكتور نفساني اسمه محمود مهران، كان بيشتغل في السجن في نفس الفترة اللي مختار كان مسجون فيها. الكتاب ده بيتكلم فيه عن جرائم المسجونين وكان بيحللها، وكاتب الشهادة بتاعت مختار. ليس كل قاتل هو قاتل بفطرته، وليست كل جرائم القتل ترتكب بنية مسبقة، بعضها تكون وليدة اللحظة، لحظة يتزايد بها الغضب لدى إنسان إلى درجة تجعله يفقد التحكم في نفسه، لحظة انفعال يتحول فيها من شخص ذو طبيعة سوية إلى شخص آخر يمكنه أن يقدم على فعل مثل القتل.